السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي كتاب النشاط العلوم للصف الأول الابتدائي. طلبوا من عندي حل كتاب النشاط، راح أحل الفصل الأول كتاب العلوم النشاط أول ابتدائي الفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عيني. الفصل الأول الكائنات الحية واحتياجاتها. الدرس الأول الكائنات الحية والأشياء الغير الحية. طبعاً أنا شارح الكتاب الملون، يعني ماخذة الفصل الأول، فهسه راح نحل النشاط. يلا عيني. بس الحل يقول كيف أميز الكائنات الحية عن الأشياء الغير الحية. مثلاً عندنا هذه، يقول ضع علامة صح، أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة. الأشياء التي تحتاج إلى ماء وهواء وغذاء هي الكائنات الحية. الكائنات الحية هي اللي تحتاج إلى ماء وهواء وغذاء، أخلي صح يم الكائنات الحية. اثنين، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة. الأشياء التي لا تحتاج إلى ماء وهواء وغذاء أشياء غير حية. من اللي تحتاج إلى ماء وهواء وغذاء؟ أشياء الكائنات حية. أو من اللي ما تحتاج إلى ماء وهواء وغذاء؟ الأشياء الغير الحية. خلي صح يم الأشياء الغير الحية. هنا عندنا يقول ضع علامة صح، ضع علامة صح تحت الأشياء التي تحتاج إليها الكائنات الحية لكي تعيش. الغذاء الكائنات الحية خاطر تعيش، الحجر ماكو، الماء أي الغذاء إذن والماء. زين، هسه صفحة 6 كنا ناخذ بس الفصل الأول، فقط الفصل الأول. يلا عيني ناخذ صفحة 6، خلينا نحل صفحة 6. زين، هنا عندنا اسم، ضع دائرة حول الكائنات الحية ومربع حول الأشياء الغير الحية. مثلا عندنا بهذه الصورة هذه البقرة، نخلي دائرة لأن هو قايل ضع دائرة حول الكائنات حية، فالبقرة كائن حي يعيش أو ينمو أو يتغذى، هذا الأشياء الكائنات الحية. إذا نخلي دائرة من الكائنات الحية. هذا الحجر مربع، نخلي أشياء غير حية. هذا الكرسي نخلي مربع لأن هو كائن غير حي. هذه الشجرة كائن حي، نخلي دائرة. زين، هنا شو يقول لي؟ اختار الكلمة المناسبة الحجر لون نباتي. اكمل الجملة الآتية، عند سقي النبات والحجر لاحظ نمو النبات فقط. يعني لما نسقي النبات والحجر منو اللي ينمو؟ بس النبات، الحجر كائن غير حي. يقول ضع علامة صح تحت الصفة التي يختص بها النبات والحجر. اللي هنا المادة ويحتاج إلى ماء ولا يحتاج إلى ماء، ينمو يكبر لا ينمو لا يكبر. النبات يحتاج إلى الماء وبعدين ينمو يكبر، خلي صح يم يعني هنا خلي صح يحتاج إلى الماء عيني، وهنا ينمو يكبر نخلي صح. هنا الحجر، الحجر لا يحتاج إلى ماء ولا ينمو لا يكبر لأن هو كائن غير حي. زين، ننتقل إلى صفحة 7. يلا عيوني، صفحة 7. يقول أصل بخط بين الصورة وبما يمثلها. كائن حي، من الكائن حي؟ هذا النبات والقطة. أشياء غير حية الحجر والكرسي. خلينا شوفوا خطوط. هنا عندنا لون صور النباتات باللون الأخضر وألوان صور الحيوانات باللون مختلفة. أسمي الحيوانات والنباتات التي ألونها لأصدقائي. يعني هسه انتم كيفكم بقت يمكم التلاوين، أنا كتبت هنا لون أصفر، هنا لون جوزي، هنا لون أخضر وهنا أخضر، لأن هي هذا قايل النباتات اللي نباتات باللون الأخضر. يعني النباتات لازم تلونونها باللون الأخضر، والحيوانات انتم كيفكم. زين، ننتقل إلى صفحة 8. يلا عيوني، صفحة 8. الفصل الأول الدرس الثاني احتياجات الكائنات الحية. هنا عندنا ماذا سيحصل لكل منهما لما تسقين النبتتين بالماء؟
شي يصير؟ ينمو النبات الذي في الشمس، ينمو النبات الذي في الشمس. زين، التغيرات التي تطرأ على كل منهما، يعني منذ أسبوعين لما تسقيهن بمي شي يصير؟ التي في الشمس نمت وكبرت، والثانية اللي مو يعني مو بدون شمس ذبلت وماتت. زين، يقول لك صل بخط بين النبات واحتياجاته. شنو تحتاج النبات خاطر تعيش؟ إلى ضوء الشمس، هنا إذا إلى مي، ماء. زين، صفحة 9، يلا عيوني. هنا عندنا ينمو النبات، ينمو النبات عند، يقول ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. ينمو النبات عند سقيه بالماء أو عدم سقيه بالماء؟ لا، لما ينمو النبات المن عند سقيه بالماء. زين، هنا عندنا يقول لون صور الحيوانات التي تتغذى على النباتات باللون الأخضر، وصور الحيوانات التي تتغذى على الحيوانات باللون الأحمر. هنا عندي أسود، شنو أسود؟ الأسد قصدي، الأسد يتغذى على اليمن على الحيوانات اللونة باللون الأحمر، كتبت هنا أحمر. هنا عندنا الفيل يتغذى على النباتات بلون أخضر، القطة تتغذى على الحيوانات اللون أحمر، هذا الأرنب يتغذى على النباتات باللون الأخضر. صفحة 10، طبعا لحد هذا، لأن هو هذا نهاية هذا الفصل الأول. يلا عيني، إن شاء الله على الفيديو الآخر نحل الفصل الثاني. المفردات، يقول أصل بين الأرنب وما يحتاج إليه لكي يعيش. الأرنب يأكل جزر، أرنب جزر، وهنا عندنا أهم يعني نباتات، ماء أهم يحتاج له، يعني هاي الحجر لا، خلي على الصورتين. هنا عندنا حوط الكائن الحي الذي يحتاج إلى الماء والغذاء والهواء بدائرة، والشيء الغير الحي لا يحتاج إلى الماء والهواء والغذاء بمربع وسميها. هنا عندنا الكرسي أشياء غير حي، نخلي مربع وأقول أشياء غير حي. هذا الطفل كائن حي، أخلي دائرة. هذه الكرة أشياء غير حي، أخلي مربع. وهنا عندنا الشجرة كائن حي، أخلي دائرة. هاي عيني درسنا اليوم، وبالتوفيق.